في مساء يوم السبت الموافق 5 سبتمبر عام 1945 غادر موظف شفرات روسي شاب يعمل في السفارة السوفيتية في أوتاوا. غادر مكتبه مخبئا تحت معطفه العديد من الوثائق السرية للغاية، آملا أن تعطيه تلك الوثائق حق اللجوء السياسي والعيش في كندا. دخل الشاب الروسي إلى غرفة الأخبار في صحيفة أوتاوا جورنال وقال للصحفي الليلي: إنها الحرب، إنها روسيا، معلنا أن لديه دليلا على وجود حلقة تجسس سوفيتية واسعة النطاق تعمل في كندا. كانت قوات هتلر قد هزمت للتو في الحرب العالمية الثانية، كان الاتحاد السوفيتي حليفا للغرب خلال الحرب، لكن هذا الحدث سيكون سببا في إشعال الحرب بين الحلفاء، لكنها حرب من نوع آخر، إنها الحرب الباردة.